قبل يوم من انطلاق مباحثات اتفاق الهدنة في حرب غزة في العاصمة الإيطالية روما بحضور يضم مسؤولين مصريين وأمريكيين وقطريين، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط جديدة تضرب أساس المباحثات قبل أن تبدأ. فبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فقد تلقت واشنطن من إسرائيل مقترحاً محدثاً بشأن الاتفاق يتضمن شرطين جديدين يمسان المبادئ الأساسية للتفاوض. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد اشترط نتنياهو ضمان آلية لمنع أعضاء حركة حماس من العودة إلى شمال قطاع غزة. كذلك طالب نتنياهو بتضمين الاتفاق التزاماً أمريكياً يسمح لإسرائيل باستئناف الحرب حال فشلت مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الوفد المفاوض أن نتنياهو يتعمد إدخال المفاوضات في أزمة لأنه يؤمن بقدرته على تحسين موقفه، ما يعد مغامرة غير محسوبة بحياة المحتجزين. مصدر آخر في فريق التفاوض قال لصحيفة هارتس إن الفريق أبلغ نتنياهو بأوضح صورة ممكنة عدم إمكانية إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين للشمال، وأن هذه الشروط تضرب المفاوضات في مقتل. ونقلت هارتس عن أحد المصادر قوله إن رئيس الوزراء يستغل الوفد لخلق انطباع بأن المفاوضات تجري، بينما في واقع الأمر ينتظر الجميع الرد الرسمي من إسرائيل. من جهتها أكدت حماس أن الحركة وافقت على اقتراحات الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الاحتلال لا يريد وقف هجماته من أجل ممارسة المزيد من الضغط.